المتعلمة عزيزي المتعلم، ها نحن من جديد مع درس آخر من دروس الرياضيات لمستوى السادس أساسي تحت عنوان حجم الأسطوانة القائمة. والآن لنتذكر ما يلي. فكما رأينا في الدروس السابقة، مساحة القرص تساوي جداء العدد بي في الشعاع في الشعاع، ونكتب S لل D تساوي P في R في R. أما الآن فهيا بنا إلى هذا النشاط والذي سيساعدنا على فهم كيفية حساب حجم الأسطوانة القائمة، ودائما بالاعتماد على مساحة القرص. لدينا أسطوانة قائمة شعاع قاعدتها R. سنقوم بملئها بمجموعة من الأقراص، لكل واحد منها نفس مساحة قاعدة هذه الأسطوانة القائمة، ثم نقوم بعد هذه الأقراص الواحدة والآخر لنجد 20 قرصا. نقول أن حجم هذه الأسطوانة يساوي 20 مرة مساحة قاعدتها. وانطلاقا من هذا المثال المبسط، نستنتج أن حجم هذه الأسطوانة يساوي جداء مساحة قاعدتها في العدد 20. العدد 20 هنا يمثل ارتفاع هذه الأسطوانة. وهكذا نتوصل إلى كيفية حساب حجم الأسطوانة القائمة بكل سهولة، وذلك بتتبع المراحل التالية. أولاً، نحسب مساحة قاعدة الأسطوانة، وذلك بحساب جداء العدد P في الشعاع في الشعاع، ونكتب S لل D تساوي P في R في R. ثانياً، نقوم بحساب الحجم، وذلك بحساب جداء مساحة قاعدة الأسطوانة في ارتفاع هذه الأسطوانة، ونكتب V تساوي P في R في R في H. أما الآن سنسعى لتطبيق ما اكتسبناه من خلال ما شاهدناه، فلنتابع معا هذا المثال. لدينا خزان ماء على شكل أسطوانة قائمة شعاع قاعدته يساوي متر ونصف. سنقوم بحساب حجمه علما بأن ارتفاعه يساوي متران. أولا، سنقوم بحساب مساحة قاعدته، ونكتب S تساوي P في R في R تساوي 3.14 في 1.5 متر في 1.5 متر تساوي 7.065 متر مربع. ثانيا، نحسب جداء مساحة القاعدة في الارتفاع، ونكتب V تساوي 7.065 متر مربع في 2 متر تساوي 14.13 متر مكعب. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، ها نحن قد رأينا كيف نحسب بكل بساطة حجم الأسطوانة القائمة باستعمال طرق مبسطة. وإلى لقاء آخر مع درس جديد.